النهارده ذكرى رحيل فنان من نجوم ايامنا الحلوه، الولد الشقي احمد رمزي. صدفه لعبت دور كبير جدا في دخوله الوسط الفني. قدم اول عمل ليه مع عمر الشريف وعبد الحليم حافظ في الفيلم الشهير ايامنا الحلوه، ومن بعدها بقى بدا يقدم ادوار كتيره جدا وادوار مختلفه. وصل رصيده الفني لحوالي 120 فيلم، اخر اعماله كان مع سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه في مسلسل وجه القمر.